يا صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا وبيتابعونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. اهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا جوان. صباح الخير عليك يا شاذلي، وصباح الخير والسعادة على حضراتكم جميعا. بنبدأ معاكم حلقة جديدة ويوم جديد من صباح الخير يا مصر. طبعا تابعنا كلنا المؤتمر الخاص بمنتدى شباب العالم امس، ومنتدى شباب العالم الحقيقة هو تجربة مصرية خالصة، تجربة قدرت مصر من خلال الأربع نسخ اللي فاتوا انها تقدم نفسها للعالم باعتبارها دولة شابة مؤمنة بأفكار الشباب وتجاربهم وأحلامهم لبكرة. عشان كده دايماً بنكون أو بتكون أفكار إدارة المنتدى مختلفة وفي نفس الوقت متناغمة ومتسقة مع الواقع. ده اللي شفناه امبارح في الإعلان عن النسخة الخامسة للمنتدى بشكل يتناسب مع الظروف العالمية الحالية. إدارة المنتدى قالت أنه في ضوء الأزمات العالمية المتتالية واللي نتج عنها تداعيات اقتصادية وأعباء على كاهل الدول والحكومات والمواطنين، قررت عدم إطلاق النسخة الخامسة من المنتدى بشكله السنوي المعهود من مدينة شرم الشيخ، وتوجيه عوائد الرعاية المخصصة لتنظيم المنتدى لصالح تنفيذ حزمة كبيرة من المبادرات والمشروعات التنموية. يعني إيه؟ يعني النسخة دي هتكون بمثابة دعوة لتنفيذ التنمية بدلاً من مناقشة سبل تحقيقها. يا شاذلي، يمكن على مدار الأربع نسخ اللي فاتوا بالفعل قدرنا نوصل لطرق كتير وطرق مختلفة وأفكار مختلفة إن إحنا نقدر نساعد بيها كمان الشباب في مختلف أنحاء العالم. صحيح بكل تأكيد يا جمانة، الخطوة دي خطوة مهمة جداً، لأن إحنا طبعاً في كل نسخة من النسخ في كل سنة كان المنتدى بيناقش عدد كبير جداً من القضايا الرئيسية زي مستقبل التعليم، الرعاية الصحية، التجارب الملهمة في ريادة الأعمال وخلافه من الموضوعات. السنة دي هيتم توجيه مخصصات المنتدى في تنفيذ المبادرات والمشروعات والبرامج التنموية المهمة واللي ليها تأثير مباشر على المواطن وعلى الشباب بوجه خاص، سواء داخل مصر أو حتى خارج مصر. ده هيكون بالتعاون مع شركاء المنتدى من مؤسسات ومنظمات دولية ومحلية. بالتحديد هنا احنا بنتكلم عن ست مبادرات أساسية، أولهم إطلاق مبادرة لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، هتشتغل على دعم رواد الأعمال لبدء أعمالهم أو زيادة حجم أنشطتهم، وهيكون في كمان تنسيق مع مبادرة ابدأ لتقديم الدعم الفني للعاملين في المجال الصناعي وبالأخص في قرى ومراكز حياة كريمة. كل دي طبعا مبادرات مهمة جدا يا شاذلي، لكن كمان في مبادرة هامة جدا يعني إضافة لهذه المبادرات هي إطلاق مبادرة التعلم للكسب. دي مبادرة بتستهدف تأهيل الشباب المصري والعربي والإفريقي والوافدين لسوق العمل، ده من خلال تطوير مهارات العمل، وهيتم تنفيذ المبادرة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة والأكاديمية الوطنية للتدريب. ده غير كمان يا جمانة أنه هيتم بالفعل تنفيذ برنامج لمواجهة تحديات الأمن الغذائي وبرنامج لدعم الصحة النفسية وبالأخص للاجئين والمهاجرين والوافدين من مناطق الصراع والحروب. كمان هيتم إطلاق منصة للمتطوعين. كل هذه المبادرات والبرامج والأفكار هتخلق تنمية حقيقية ووعي للشباب، بالإضافة لأنها تقوم بتمكين للشباب في مختلف القطاعات. بنصبح لحضراتكم مرة تانية، أهلا بيكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر.